مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من جنبات مركب محمد الخامس. في هذا الأثناء تعليمات ديال السيد ولي أمن مدينة الدار البيضاء رفقة النائب ديالو وكبار شخصيات الأمنية بمدينة الدار البيضاء كيعطيو التعليمات ديالهم باش الجمهور ديال الوداد يدخل بشكل منتظم بلا مشاكل بلا صداع بلا تشي حاجة. شوفوا السيد الوالي أثناء الجولة جنابات مركب محمد الخامس، الله يوفقهم يا ربي. والجماهير الودادية كتعبر على الرقي ديالها، داخلين بكل نظام وبكل حب، يعني كتشوف شادين الصف وداخلين بلا صداع بلا مشاكل. هادو العناصر الأمنية هنا بمدينة الدار البيضاء راهم حاضرين كيعطيو التعليمات ديالهم، تعليمات واضحة، اللي عنده تذكرة غادي يدخل، اللي ما عندوش راه ما غاديش يدخل. الله يوفق فريق الوداد البيضاوي، الله يوفقهم، الله يوفقهم بإذن الله الماتش مع الثمانية هنا بمركب محمد الخامس. التعليمات ديال رجال الامن راه واضحه وباينه، اللي عنده تذكره غيدخل، اللي ما عندوش تذكره ما غاديش يدخل. الله يوفق الجميع، الله يسهل عليكم كاملين. يعني شوفوا داخلين بالصفوفة جوج جوج، جمهور ديال الوداد داخلين بحضارة، حضور العناصر ديال القوات المساعدة مشكورين حتى هما على المجهودات اللي كيبدلوا أثناء هاد التظاهرات هادو. يعني داخلين شوفوا بكل نظام دايرين الصف، ما كاين لا صداع لا مشاكل لا حتى شي حاجة. كبار شخصيات الأمنية حاضرين رفقة كبار شخصيات ديال العناصر القوات المساعدة. الله يوفق الجميع، الماتش مع الثمانية، الماتش بإذن الله مع الثمانية هنا بداخل مركب محمد الخامس. الله يوفق الجميع، الله يسهل عليهم كاملين، كونوا في الموعد. يعني شوفوا الصفوفه كيفاش مديورين هنا بمركب محمد الخامس، جمهور ديال الوداد داخلين، عندك تذكره غتدخل، ما عندكش تذكره راك ما غاديش تدخل. اللي بغينا اليوم هو فريق الوداد البيضاوي يربح، بغينا ليه الفوز، نعرفوا غير الفوز لا شيء غير الفوز، بغينا الرباح من قلب مركب محمد الخامس. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، الله يسهل عليكم كاملين. عندك تذكرة راك غتدخل، ما عندكش تذكرة راك ما غاديش تدخل. الصفوف هانتوما كتشوفوا كلشي داير الصف، كلشي كيدخل بنظام بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. جمهور الوداد حاضر وبقوه، يعني كبار شخصيات الأمنية بالدار البيضاء حاضرين، كذلك العناصر ديال القوات المساعدة حاضرين حتى هما
في هاد التظاهره هذه. الله يوفقهم يا ربي، الله يسهل عليهم، يعني كيعطيو التعليمات ديالهم للعناصر ديال القوات المساعده باش تكون الامور تحت السيطره وما يكونش شي صداع وما يكونش شي مشاكل، وكل شيء باغي هذا الماتش يدوز بخير على خير. ما بغينا صداع، ما بغيناش مشاكل، ما بغيناش الفوضى. وحتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، تبقوا على خير.